وللوقوف على تداعيات وأسباب اتساع ظاهرة التصحر والعواصف الترابية التي تضرب العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من ستوكهولم الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا أخي. دكتور، موجة العواصف الترابية التي تضرب العراق تزامنا مع حالة جفاف بدأت منذ فترة تؤثر بشكل كبير على البيئة في العراق، هذه المتغيرات التي استجدت في السنوات الأخيرة ومن ثم تؤثر على الإنتاجية الزراعية كما هو متوقع، بماذا يمكن التعليق علميا على هذه المشكلة؟ علميا انخفاض رطوبة التربة وفقدان الغطاء النباتي يؤدي إلى تدمير كيميائي وفيزيائي لبنية التربة، وهذا طبعا يؤدي إلى عواصف ترابية مكثفة وعنيفة مثل ما نشوفها حاليا. وهذه المسألة يعني مسألة الجفاف والتغير المناخي صار سنين نتكلم عنها، يعني كثير من الباحثين أجروا بحوث حول هذا الموضوع من أكثر من 15 سنة، لكن مع الأسف يعني الحكومة العراقية لم تتخذ إجراءات كافية لتقبل أو استيعاب هذا التغيير وملافاة تأثيره. إلى أي مدى يمكن دكتور تفضل؟ تفضل. كنت أريد أن أسأل إلى أي مدى ترى أن هذه العواصف الترابية ما كانت لتؤثر بهذا الشكل لو تحركت الحكومة بزراعة أحزمة خضراء حول المدن؟ طبعا طبعا لو كان هناك أحزمة خضراء زائدا غطاء نباتي فما راح تصير عندنا هذه العواصف الترابية، مستحيل، لأنه قلنا احنا هي شاشة تربة وعدم وجود غطاء نباتي راح يساعد على حدوث هذه العواصف الترابية. لكن لو اكو أحزمة خضراء وغطاء نباتي ما تصير هذه الأمور أبدا. ماذا لو استمرت الأوضاع على ما هي عليه ولم تتدارك الحكومة هذه المسألة، كيف سيكون الوضع في السنوات القادمة؟ هذه المسألة أيضا درسوها كثير من الباحثين وأكو بحوث كثيرة ودراسات حول هذا الموضوع، وأنا في كثير من المناسبات وعلى قناتكم الكريمة أيضا تحدثت، قلت أكو تقرير الأمم المتحدة نشرتها سنة 2010 يعني قبل 12 سنة، وقالت إذا الوضع بقى كما هو عليه فلن تدخل قطرة مياه من دجلة والفرات وراها تدهم إلى العراق سنة 2040. وكثير من التقارير من وكالات مختلفة وآخرها مثلا المخابرات الأمريكية، التقرير المتداول حاليا اللي كشفوا عنه سريه، يقول العراق ضمن 11 دوله راح تتاثر بشكل كبير من كافه النواحي الصحيه بالنسبه للمواطنين والاقتصاديه وغيرها اذا استمر الوضع كما هو عليه. نعم. الان وانا قايلها قبل. نعم. انه على مؤشر الجفاف العراق حاليا 3.7 من 5 درجات، يعني حاله خطره جدا، ومتوقع إذا بقت الأمور كما هي عليه خلال 10 سنين يصير 4.6، يعني معناها كأنه صحراء كاملة. نعم. هذا هو المتوقع مع الأسف، يعني أشياء غير مبهجة إطلاقا. طيب أنا كنت يعني كنا قد أعددنا سؤالا حول هذا الموضوع لكنك تطرقت له بشكل في الحقيقة يوضح مدى خطورة الموقف المائي في العراق، لكن هل تعتقد بأن هناك يعني إمكانية لتدارك هذه الأزمة التي حصلت في موضوع المياه وتأثيراتها التي انعكست على الزراعة وعلى نسبة التصحر في العراق، أم أن المسألة باتت يعني صعبة للغاية؟ لا طبعا، لكن احنا من نترك المسألة يعني هاي الدول العالم كلها الفاهمة صار لها سنين تشتغل على التغير المناخي والتغيرات اللي تصير على الموارد المائية كل الدول، ومن ضمنها دول الجوار هاي الأردن وتركيا وإيران، شوف ايش يسوون بينا إيران وتركيا زين. لكن احنا مع الأسف نترك المسألة ونعوفها وما لنا لازم بيها، وهذا
يمكن احد اسبابها هو قله الوعي بالنسبه لمتخذي القرار. يعني هسه احنا بالنسبه للموارد المائيه، الشخص الوحيد اللي يتكلم كم مره عن مشكله الموارد المائيه هو السيد وزير الموارد المائيه، لكن الحكومه شو اتخذت اجراء؟ شنو الاشياء اللي سوتها الحكومه تجاه هذا الشيء؟ لا شيء. واحنا بالمناسبه ترى صار سنين نكتب حول هذا الموضوع وكيفيه علاجه، فماكو مشكله ما لها علاج، لكن تحتاج الى شخص فاهم يعرف الموضوع ومخلص الوطن، مو مخلص لمصالحه الشخصيه، مخلص للوطن. هل دكتور الحكومه عاجزه عن حل هذه الازمه، ازمه المياه وازمه البيئه والتصحر الموجود الان، ام انها معنيه بوجودها لسبب او لاخر؟ والله المفروض انه الحكومه تتخذ اجراءات سريعه جدا وتكون مشكله المياه اول شيء تعالجه، لكن الواقع اللي نشوفه على الواقع بالحقيقه انه الحكومه كانه ما تعنيها هاي المشكله اطلاقا. وانت تعرف الوضع السياسي، يعني الحكومه هذه الحاليه هي حكومه تصريف اعمال، فش وقت تجي حكومه وتباشر. لكن دكتور هذه القضايا هي اشبه ما تكون بقضايا امن قومي يعني بالنسبه لاي بلاد طبعاً. وبالتالي سواء كانت حكومة تسيير أعمال أو حكومة يعني مستقرة، لابد أن يكون هناك تحرك عاجل. المفروض، لكن هاي الحجة اللي نسمعها من السياسيين الموجودين، لأنه مثل ما تفضلت حضرتك، إذا ماكو مي ماكو حياة أصلاً، ما البلد يروح يتدمر مع الأسف. فلذلك المفروض هذا أولية الحكومة بغض النظر شنو مواقفها من الأشياء الأخرى. نعم. لأن هذا مستقبل البلد يعتمد على هذا. نعم. طبعا انعكاسات ذلك على الاقتصاد العراقي الآن ومستقبلا، وانعكاساته على كثير من القضايا التي تتعلق بالاقتصاد تبدو واضحة دكتور، أليس كذلك؟ طبعا، لانه هذه الوضعيه راح تاثر على كل شيء. بالحقيقه اول شيء الزراعه، يعني هسه حاليا اذا نشوف تقارير المنظمات الدوليه وخاصه الامم المتحده تشير الى هجره الاف الفلاحين لاراضيهم، والتقارير الاخيره تقول انه العراق بده يخسر 100,000 دونم من الاراضي الزراعيه سنويا. هذه كلها طبعا تأثر على الاقتصاد وعلى العمالة وعلى حياة المواطن وعلى كل أمور الحياة في البلد. فلذلك يعني النظرة مع الأسف إذا استمر الوضع كما هو عليه ستكون سيئة جدا جدا. نعم، أشكرك جزيلا الدكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من ستوكهولم.